لا دي حاجة لطيفة خالص، وان هذا المغني عندنا ايه صوته يجنن، وهقول لكم السبب ايه دلوقتي. خلينا بس في الاول كده نرحب بكل مشاهدينا في كل مكان، يا رب تقضوا عندنا وقت حلو وتتبسطوا وتنطلقوا وتغيروا جو عندنا في 4 شارع الشريف. عندنا النهارده في الريستورانت اكل حلو قوي، اكل حلو قوي، واميرا شرفانا ومنورانا. تحيه الاميره، اهلا. منوره، الله يخليك يا ده انت اللي زعلك نمسكه من عرقوبه نسفلته. شكرا. احنا عندنا كام اميره؟ هو في زي اميره اصلا؟ تحيه تاني الاميره، يا لهوي على الجمال. تتكلمي براحتك وباسلوبك وتدلعي زي ما انت عايزه، واي حد نسفلت هو لك مره تانية. هلا النهارده عاملين فطاير بالمعلقه. ها؟ فطاير اسمها فطاير المعلقة، بتتعمل بالمعلقة. ده مش باتي؟ لا دي فطاير بتتعمل بالمعلقة. بالمعلقة؟ انت علقتي ولا ايه؟ يعني هقول لك، يعني بس بفكر اشرح ازاي. يعني بنجيب بولة وبنجيب المقادير وبنحطها وبنقلبها بالمعلقة، بتبقى عجينة، ما بنحتاجش بقى ولا عجان ولا اي حاجة. دي حاجة سهلة خالص. لا استنى، مش سهلة قوي يعني، في معاها بقى جواها شوكولاتة. هي بتقولي لا مش سهلة قوي جواها شوكولاتة عشان اديها وقت. انا عارف طريقتها، فاهمها. اي نعم في الاول دلعتها، بس بعد كده لازم تقولي كده. اهلا بيك. اهلا اهلا. طيب احنا بعد ما نخلص مع اميرة عندنا فقرة طبية سريعة مع استاذ دكتور احمد عوض الله مدير مركز دار الطب. لكن خلوني اقول لكم حاجة. النهاردة واحنا في الريستوران بنعمل الاكل، بما ان احنا اغلبيتنا كتير قوي مننا مش بياكلوا اكل مظبوط، ومش بيلعبوا رياضه، ومش مهتمين بصحتهم، وما عندهمش درايه بصحتهم، فاحنا دايما هنقول نصايح وهنساعدكم فيها من خلال نسلي اللي دايما هيكونوا معانا في 4 شارع شريف، بنصايح كتير، بوصفات اكل صحيه جدا في ايام معينه، بتمارين هنعلمها لكم تعملوها وانتوا في البيت من خلال نسلي، اللي انا بشكرهم انهم هيشرفونا وينورونا في 4 شارع الشريف. طيب احنا كده قلنا في الاول معانا اميره، بعد كده عندنا استاذ دكتور احمد عوض الله، عندنا بعد كده اللي هتدينا الطاقه الايجابيه اللي وحشانه قوي 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 حنان زينال. نانزي انت الاغنيه بتاعت الانترو دي بتحبيها قوي؟ ايوه كان بيغنوها، اسمهم استني اقول لك كان اسمهم، ما انا مكتوب عندي هان ده بتاع اسبور دلوقتي تاسك، مش عارف هيتقال ايه. باك ستريت بويز، فاكرهم العيال دي؟ مش فاكره حاجه، مالناش دعوه يا موفاتك. وايه الخمسه اللي انت حطاها دي؟ خمسه في عين العدو. بقول لك انت فسرتي الحلم بتاعي؟ طبعا. وحش؟ الله اعلم. مش عايزه تقولي؟ مالناش دعوه يا موهي. والله طبعا. بس انا حلمت من كام يوم كده حلم غريب، قال ايه يا ولاد؟ لا لا، والنبي ما تقول ابوس ايدك. ما انا كاتبه عندي على الفيسبوك. مش مهم مش مهم. هو وحش قوي كده؟ يعني خلاص. لا يعني. طب خلوا بالكم على صحتكم يا شعب. هتكلمينا عن ايه النهارده؟ عن صحتهم. هكلمهم عن صحتهم النهارده. هتكلمين عن ايه؟ عن صحتهم؟ هكلمهم عن الفتره الطاقيه اللي احنا فيها دلوقتي، صعبه جدا عشان في ناس كتير. الايه؟ الفتره الطاقيه اللي احنا فيها دلوقتي. طاقيه يعني ايه الطاقيه؟ يعني الطاقه الكونيه بتاعت الكون كلها. الطاقه صعبه. فناس كتير قوي متعصبه، ناس كتير قوي تعبانه زياده عن اللزوم، ناس كتير قوي كان عندها حالات قديمه ابتدت تظهر. فهقول لهم بس ايه، نساعد نفسنا ازاي عشان نخلص المرحله دي. والنبي بالظبط. والنبي لحسن الواحد تعب. طيب بعد ما نخلص مع حنان زينال هيكون عندنا فاشن شو. النهارده عندنا مصممه ازياء جايه لنا مخصوص من بورسعيد وعامله حاجات حلوه قوي، وبنحيي تحيه كبيره قوي لمصممه الازياء استاذه سميه نبيل. اهلا 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 اهلا. ازيك ازيك؟ الحمد لله بخير. انت عندك بيبي؟ عندي بنت وبرجنت دلوقتي. وجايه اللي جايه بنت ولا ولد؟ ولا مش عايزه؟ لا ولد ولد ولد. هتعملي ايه؟ بص لسه يعني انت في شهرك كام؟ في الخامس. خمسه وخميسه. انت منين في بورسعيد؟ هي بورسعيد محافظة كلها قد كده. طبعا. كلها قد كده. بس مش في حتت احياء؟ احياء. اوكي. من يعني اقول العنوان؟ قول. اشلاء السواحل. اشلاء السواحل. اسمها ايه؟ اشلاء السواحل. اشلاء اشلاء السواحل. هي اسمها كده، منطقة سكنية اسمها كده. بقول لك ايه، سيبك من الفاشن بقى، قولي لي بتعرفي تطبخي كويس ولا لا؟
ده انتوا احلى سمك وجمبري عندكم. ايوه صح ايوه كده ايوه ما بعرفش اطبخه بس اي حاجه ثانيه بتعرفي تاكلي بس اكل بس. هتورينا ايه النهارده؟ النهارده عندنا يعني كاجوال وممكن نقول ابريمي دي ابريمي دي حاجات لبعد الظهر وحاجات كاجوال. انا شايف الجاكيت اللي وراكي والحاجات ممكن يمشوا فعلا ابريمي دي ممكن يبقوا كاجوال. انت مشرفانا ومنورانا. انا مبسوطه ان انا معاك. احنا اكتر. اهلا وسهلا. مدام في فاشن شو يبقى اكيد ايرا واخواتها واسمها ايه الجديده المعينه؟ تاكو. اسمها تاكو؟ هاي تاكو هاو ار يو؟ اي لاف يور هير. حلو قوي. اورنج. انت ما بتجيش ليه؟ انا؟ اه ايرا ما بتردش؟ ابقي كلميني. ايه؟ بحبها انا دي جدا. لذيذه. ايوه معلش بس في بنت ثانيه لازم. دي فضحتك يا ايرا. جايين هنا هيردحوا البعض بالاوكراني عندي ان شاء الله مش حاسبكم. انت دايما بتهدي النفوس يا شيخ. بهدي النفوس لا اصلها لذيذه قوي. انتوا كلكم حلوين اني واي. ما انت اللي كنت مسافره برا مصر وسبتينا فتره، نعمل لك ايه؟ منورين يا بنات، اهلا وسهلا بيكم. طيب عندنا النهارده المطرب واضح ان هو تعبان شويه. قبل ما نبتدي التصوير كنا سامعين حاجه عماله تقول فحنان قالت ايه ده؟ في حد بيطلق؟ حصل ولا ما حصلش؟ حصل ولا ما حصلش؟ ما اعرفكش يا شريفه. وبعدين بعد كده اكتشفنا ان هو صاحب المشروع هو اللي كان بيطلق فوق في فمش عارف النهارده هيخدني ازاي بعد ما كان بيطلق من شويه. كنت بقول يعني وانت لسه صغير على الحاجات دي. انت ما تمتش ال 30 يا ابني. قلت لها لازم احكي. تحيه بقى للمشروع وخالد عصام ويلا بقى ويلا بقى. انا اكلمك في التليفون ما تردش عليا مرتين. انا كلمتك ليه فاكر نفسك ايه؟ انا بعديها بقى قعدت ثلاث ايام اكلمك وما ردتش عليا. طبعا انا المشاهدين بقى انا اتقلت. لازم اعمل عندي شارع لازم ابقى قليل. وعيط في البيت وعيط يقولوا لي مالك؟ اقول لهم شريف ما بيردش عليا. بكلمه بقى لي ثلاث ايام ما يردش عليا. ماشي. بذمتك عيط؟ على يدي. على فكره اللي بيكذب بيروح النار. بس عشان ما عيطش دلوقتي كمان. عيط؟ على يدي. عيط؟ ايوه. طب عيني في عينك كده؟ وجالك قلب ثلاث ايام. هتغني لنا ايه يا ولا؟ هنغني دلوقتي اغنيه للابا. ايوه الابا. اسمها دانسينج كوين. طبعا عارفها بحبها الاغنيه دي جدا. يلا نسمع الاغنيه اللي قال عليها وبعد كده ناخد فاصل. بعد فاصل نرجع لكم مع اميره في المطبخ تعمل لنا. انت هتعملي ايه؟ هنعمل فطاير المعلقه. فطاير المعلقه. مزيكا يا اولاد. الشارع مالي هادي كده ليه؟ الناس راحت فين؟ طفش وزابوني؟ عندك صداع؟ لا ما عنديش. أنا عندي صداع. طيب أي حد عايز يتواصل معنا أرجوكم ابعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك 4 شارع شريف وممكن تتواصلوا معايا أنا شخصيا على الانستجرام شريف مدكور تي في. خلينا بس نقول لواحد من أسرة شارعنا بودي مبروك عشان فرحه كان امبارح. ربنا كده يسعده ويرزقه وحياته كلها تبقى فرح وهنا. هنفتقده خلال الاسبوعين اللي جايين ويرجع لنا ان شاء الله من الهاني مون وهو مبسوط. فاتك انت بقى. عملنا رحله كلنا. بجد؟ رحتوا؟ رحنا الحمام. برافو عليك. ده جميل. شوفي بقى الواد ايهاب اللي هناك ده. راح هناك في بقى بيكيسوا بقى بالليفه المغربي بقى والصابون اللي لونه بني ده مش عارف ايه. والواد ده طلع ايه بلاوي عمره ما استحمى فضحني. والراجل يقول له ايه يا استاذ ده؟ فضحتك. لا لا بص ده في الساونا عامة يعني الناس تبقى مستحمية الصبح وبتليقوا وبتاع بيبقى لا لا إلا ده ده انت مش فاهمة مكرونة سباجيتي سودا طالعة سباجيتي. لا 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 وبعدين في هناك مختص كبير كده هو ننزل فيه بقى. مش عارفة بودي طبعا حجمه قد إيه. فنزل المية طلعت فوران. الراجل كان هيطردنا. يلا بسطته؟ جدا كان ضحك. كان ضحك هستيري وقعدنا نزغرط بنطبل بقى وحاجات كده. اللي انت عاملاه ده بقى ايه؟
بص دي حاجه غريبه خالص. لا هو اولا الشوكولاته اللي جوه دي شوكولاته بتتباع في السوق اللي هي فيها نوجا وكراميل وشوكولاته من بره، وفي منها مصري ومستورد وكل حاجه وانواع كتير يعني شركات كتير قصدي، بس هي عباره عن نوجا وكراميل، طبقه كراميل ومتغلفه بشوكولاته. النوجا دي بتمسك في السنين. النوجا مشكله لازم ناكلها ونغسل سنان. ما تغسل سنان النوجا بقى والكراميل بعد ما كله، عارفه لازم اعمل ايه؟ اشرب حاجه سخنه عشان يدوبوا ويسيحوا. ايوه وبعد كده اقوم اغسل سناني. ايوه مش مشكله، المهم تبقى اكلت الحاجه اللي انت عاجباك. ماشي خلاص. والفطاير نفسها العجين نفسه ده معمول بالمعلقه في طبق، فيعني مش لازم يبقى عندنا عجان او حاجه وبيهش بقى وبينفش جدا. بيهش وبينش. خلاص مقادير؟ اه نقول المقادير. مقادير يا اولاد. 3 كوبايات ونص دقيق مخبوزات، كوبايه ميه، كوبايه لبن، معلقه صغيره فانيليا، رشه ملح، نص كوبايه سكر، نص كوبايه زيت، بيضه، معلقه كبيره بيكنج باودر، ومعلقه كبيره خميره فوريه. اوكي. النوجا بقى والكراميل، كوبايه ونص سكر دي للنوجا، ونص كوبايه ميه، كوبايه الا ربع عسل، 2 بياض بيضه، رشه ملح، ومعلقه كبيره كاكاو. كل ده للنوجا؟ اه. اوكي. الكراميل كوبايه سكر، نص كوبايه كريمه خفق، نص كوبايه زبده، كوبايه شوكولاته بيضه مبشوره، وشوكولاته بني لتغليف الشوكولاته نفسها. اوكي. خلاص هدهن بقى الفطاير دي، الوش بتاعها هدهنه ببيضايه مضروبه بمعلقتين كبار لبن. اوكي. ودي المقادير. طيب نخش على طريقه التحضير. هبتدي بس بالنوجا وايه والكراميل. هبتدي بالنوجا. النوجا والكراميل عشان نسيبهم يتعملوا عبالا ما نعمل. يلا انا موافق. طيب النوجا هعملها هنا والكراميل هعمله هنا. يعني دي في الحله ودي في الطاسه. اه. طيب عبال بقى بس ما نعمل الكلام ده، وممكن تطلع لي البيضه. ايوه يلا دي اعمل لي الحاجات دي. واضرب لي بياض البيض. خلاص؟ انا حطيت هنا نص كوبايه الميه. وهحط السكر. ده الايه؟ ده الحله فيها ايه؟ النوجه. حطيت نص كوبايه الميه والايه والسكر بتاعي علشان يدوب ويغلو بسرعه. اول ما السكر بتاعي يدوب حطيتهم هيغلوا، اول ما السكر بتاعي يدوب هقوم حاطه عليه العسل الابيض. اوكي. خلاص؟ الناحيه دي بقى في الطاسه ده هعمل بقى ايه؟ الكراميل. هقوم حاطه السكر هوزعه. كويس. كوبايه دي مش قلتي مش هنستخدم العجان؟ كوبايه سكر هنستخدمه في النوجا. النوجا لازم يبقى فيه عجان للنوجا. انت بتعملي ايه بقى؟ انا حطيت هنا الميه والسكر، نص كوبايه ميه وكوبايه ونص سكر، وهنا علشان الكراميل حطيت كوبايه سكر من غير ولا حاجه، وزعت السكر بس اهو. بس البيضه دي عمرها ما هتتضرب فيه لانها بياض بيضه واحده قليل جدا على الحجم. لا بيضتين. ما هو قليل مش هيتضرب. اه لا هيتضرب. لازم اعمله بالايد. لا اه كده. خلاص اول ما هيبتدي يغلي الميه والسكر هضيف العسل الابيض. العسل؟ اه عسل ابيض او عسل جلوكوز، انا استخدمت عسل ابيض طبيعي احسن. والفكره كلها ان انا عملت حاجه تتعمل للولاد في البيت وتبقى كلها مواد مظبوطه، يعني الجلوكوز ده بيبقى فيه مواد صناعيه كتير. خلاص وهسيبه يغلي على النار. وده بالنسبه للسكر، اول ما يبتدي يتكرمل هكمل الحاجه بتاعته. مش عايزه ده يبقى مارينج ولا عايزاه ايه؟ اه ضرب يعني. خلاص لو اتعمل مارينج خلاص. وبعدين؟ في خلال الوقت ده بقى هعمل العجينه. طب تعالي بصي كده ولا لسه؟ لا لسه شويه، يعني شويه صغيره بس يمسك نفسه يبقى مارينجي يعني. طب يلا هعمل رشه، هحط عليه بقى رشه ملح. رشه ملح على البيت؟ رشه ملح علشان يتماسك يعمل مارينج ما ينزلش تاني. خلاص هقول لك بقى العجينه عبالا ما السكر هنا يدوب والسكر بتاع النوجه يغلي.
المفروض ده يوصل لدرجة حرارة 130. لو عندنا ميزان في البيت، أنا كنت شارية ده بمبلغ مش كتير. خلاص هو كده تماسك. خلاص سيبه بقى. بس هو أغلبيته جوه البتاعة دي. عادي؟ المفروض يوصل درجة حرارة ده 130 النوجة. لو ما وصلش 130 ممكن نسيبه يغلي على النار من 10 ل 12 دقيقة لغاية ما يتماسك ويبقى يعمل فقاعات تقيلة شوية. خلاص هعمل بقى ايه العجينة. عجينة المعلقة. العجينة المعلقة. اتفضل. عجينة المعلقة دي عبارة عن هنحط بس السوائل، اللبن هخليه شوية وشوية مية. بس مش هحط الكوبايه والكوبايه، هحط يعني تلتين الكوبايه الميه وكوبايه اللبن كلها. هحط عليهم الخميره وبعدين البيضه. وهجيب المضرب البيض واحط شويه سكر. قعدت تقول لك مش هنستخدم مضارب، استخدمت كل المضارب. امال اسمعي عجينة المعلقه ليه؟ طب نعمل بالمعلقه عشان بس الناس اللي ما عندهاش فعلا مضرب كده لازم يبقى في مصداقيه. صح يا استاذه. صح صح. مش معقوله كده. لا مش هستخدم مضرب كهرباء، الناس اللي ما عندهاش مضرب كهرباء يعني. ماشي. خلاص يبقى انا حطيت هنا كوبايه اللبن. اقلبها؟ لا خليها بس تغلي. دي اعلى نار. دي اعلى نار. دي اعلى واحده. طيب انا حطيت هنا بقى كوبايه اللبن وتلتين كوبايه الميه والبضايه وشويه والخميره وشويه صغيره من السكر، مش كل السكر. وهقول لكم ليه، لو حطيت كل السكر كميه الخميره هتموت. تموت؟ ماشي. لانه السكر كتير او الملح بيموت الخميره. نكبس فالسكر عليها. انا هخليه في الاخر. خلاص يبقى كده فاضل لنا، ودي الفانيليا برضو ممكن نحطها ما بيجراش حاجه. خلاص هيبقى فاضل لنا اهو الدقيق، هيبقى فاضل لنا الدقيق والبيكنج باودر. حبه حبه. هقوم انا حاطه البيكنج باودر. مش كله مع بعضه؟ لا حبه حبه. هحط البيكنج باودر على الطرف. خلاص وهقلبه بالراحه. ليه على الطرف؟ انا مش فاهم. لان ممكن ما استخدمش الدقيق كله، يعني هقوم حطاه على الطرف ومقلباه لانه البيكنج باودر لازم يتضاف للدقيق. وهبتدي اضيف الجزء اللي انا حاطه فيه البيكنج باودر. ما قلبتوش على كل الدقيق؟ لا لانه ممكن ما احتاجلوش كله. فهمت. خلاص مش ممكن ما تحتاجيش لكل الدقيق. مش بالظبط بس البيكنج باودر هحط بس كله. شويه الزيت علشان ايه نبقى اقلب من تحت لفوق ولا لا؟ عادي عادي، هنحتاج نص كوبايه زيت. دي عجينة المعلقة؟ بتتعمل بالمعلقة، هي سهلة. اللطيفة ان هي سهلة جدا. في هذه الاثناء انت بتعملي ايه؟ بس ببص على الكرم. دي برضو اعلى حاجة. دي العالية اللي في النص. هي البوتاجازات بتاعت دلوقتي كده. معلش مش عايزة وابور جاز عشان نخلص. طيب قلب ونضيف شوية بشوية لغاية اما تتماسك. يبقى احنا حطينا تقريبا السوائل كلها، عدا بس اخر حاجه بقى هحط السكر دلوقتي. بقيه السكر اهو لان انا حطيت الدقيق خلاص، فمش هتبقى صدمه جامده قوي على الخميره ان انا احط السكر كله. انتوا قلتوا لي فوق دي 11 دقيقه يعني. طب انتوا عايزين قد ايه؟ انا مش تشرحوا لي افهم انا ازاي كده 11 دقيقه وبعدين؟ خلاص جايه لي فين؟ شويه ملح. ملح ماشي. قلب بقى كده دلوقتي. روبا دي كئيبه. أيوة. اميره بتحبك زمان ما كانتش بتطيقك. لا بحبها. وريني وشك كده جدع. لا لا انا اصلا ما فيش حد ما بحبوش والله العظيم. بس بقى جبتي لي صداع. لا والنبي خلاص معلش. ناس فاضية. طيب هنا ايه بقى، خلاص كده ولا ايه لسه؟ لا خلاص بس لازم بس تتقلب يعني تضيع البابلز دي منها القطع يعني. انت هتحط دي كله ولا ايه؟ ما صدقت انه راح. ما انا بقول لك لغايه اما بس تفصل العجينه هي هتبقى طيب. هي واحده متضايقه من جوزها تخليه يعمل عجينه المعلقه دي. هي الحلو فيها ان هي ايه؟ اخدت الدقيق كله. اخدت الدقيق كله، ممكن تاخد كمان نص كوبايه كمان. كمان؟
خلاص احنا كده هنغطيها ها وهن ايه بعد ما يعني مش هتلم من الجناب العجينه دي ملزقه بعد ما شفتوا يا اولاد اهي خلاص ماشي خلاص خلاص عندك بقى جاهزه هسيبها ترتاح و هسيبها ترتاح هتنفش وهتبقى زي دي اهي بص ملزقه ازاي هنقوم هنستخدم الزيت علشان نقدر نلمها من الجناب هنحط نقطه زيت كده في الجنب عشان نقدر نلمها ونحطها على المنضده بتاعتنا ملكه العجائن حبيبي تستاهل هذا اللقب بص بقى مش عايزه الميه دي عايزه الحاجات دي لا خلاص شفت خدت بالكم ان احنا ما استخدمناش كل الميه ولا استخدمنا كل اللبن خشي ماشي هنقوم نعمل طب هنا ايه ده مش هنحط عليه حاجه ده بس لازم يبقى درجه حرارته 130 او نسيبه 10 دقايق لغايه اما يغمق كده بقى له 10 دقايق على فكره لا لو حطيته دلوقتي مش هتبقى نوجه ده لازم اهو لازم يدوب من غير ما هنعمل كده ونقلب علشان نحط بقى عارف الطريقه عارف حط ايه هنحط بعد كده الزبده والكريمه اللبنيه احطهم دلوقتي ولا لسه لما يدوب السكر يبقى طيب ماشي هتعرف تقلبه ممكن تقلبه بسباتيول يعني كده والله مش هيبوظ ما هو هيبوظ تقلبه بالراحه جدا بص ليه اقلبه ليه اقلب ده بالراحه جدا يعني بص جيب النار عليه هنا كده اهو اقلب بيقول لك ايه شيلي ده هاتي ده مكان ده يعني صح كده اول ما السكر بتاعنا دوا ما يبقاش فيه ابيض طب سيبي انا ممكن اعمل الحركه دي سهل انت عجيني العجينه طيب العجينه بتاعتي هقسمها ل10 اقسام هقوم هاخدها وهقوم مدخلها جوه بعض كده على فكره بصي ده غلي قوي ده هاخدها ومدخلها بعد جوه بعض كده لا معلش لازم يمسك نفسه اصلا اغمق عشان العسل الابيض خلاص واقوم مدخلها جوه بعد كده خلاص وبرده هقوم مدخلها جوه ده اللت والعجن اللي هي ايوه ده فعلا اللت والعجن زي ما الشيف بيقول اهو وبعدين هقوم مدخلها جوه بعض تاني كده بس هي ما بتاخدش اللطيف اللي فيها ان هي ما بتاخدش مجموعه لو ملزقه مجهود لو ملزقه شويه ممكن تضيفوا لها شويه دقيق وبعدين هقسم كل واحده على 5 اقسام اهم يبقى احنا عندنا كده 10 2 3 4 5 1 2 3 4 5 في ناحيه دابت وناحيه لا هناخد كل عجينه وندخلها جوه بعض كده كده ونحطها بص ده كده بقى حلو اهو اوكي تاني ولازم يبقى ميه خالص يغلي بس انا عايز اوريهم قبل الفاصل عشان بعد الفاصل ما خلاص عملتها مدوره اهو احط ايه هنا بقى ده عليه هنحط الكريمه واقلب الكريمه اللباني مش هحطش ولا حاجه ما هي مفيش نار اصلا ده على اخرها اقلب نار اهي كل ده خلاص حلو معاها ايه والزبده ونقعد نقلب بقى فيها هتبقى كراميل ايوه ولا دي النوجه هتبقى كراميل دي الكراميل هتبقى تقيله هنقوم حاطين عليها الشوكولاته البيضه خرابي دي تقيله قوي كل دي زبده هتبوظي صحه الناس ايوه ما ياكلوا حته صغيره مش لازم ياكلوا حته كبيره بس انا بحب جدا حاجه تتعمل زي ما هي بمقاديرها هتحطي ايه بقى بعد كده خلاص اخر حاجه هنحطها بس تبقى ساحت خالص وتبقى تماسكت مع بعض هتبقى زي اللبان كده هنقوم حاطين نبعدها عن النار ونحط الشوكولاته البيضاء ليه شوكولاته بيضاء الشوكولاته البيضاء بتخليها تتقطع بسرعه وتتقسم بسرعه وتبقى سلسه هي المفروض تسيح تبقى ميه لا دي هتبقى زي اللبان كده دلوقتي والله طيب وهنا هنحط ايه دي هناخدها ونحطها بقى على المرنج المرنج يلا خدها هنحطها زي السرسوب كده اول ما تغلي طب هنا ده شفتوا ايه بيحصل ايه هنحط عليها الشوكولاته البيضاء دي بقى هي اللي هتساوي لنا المارينج بسخونيتها اهو سرسوب صغير خالص اهو ممكن تشيلينا ده اهو
لازم تبقى 130 درجة. اه 130 درجة، 130 درجة او تغلي على النار غليان لمدة 10 ل 12 دقيقة. بعد كده هنعمل ايه؟ هنحطها في، هنطلع اهو فايركس او صينية، نحط فيها كيس نايلون ونحطها فيها. اوكي. طيب احنا بقى نسمع اغنية وبعد الاغنية فاصل ونرجع بقى نفهمكم الحاجات دي تتركب على بعض ازاي، صح كده؟ اه يا خالد. ايوه يلا غني. يلا بينا نسمع I just called to say I love you. مزيكا. رجعنا لكم مرة تانية، تعالوا نتكلم شوية جد بقى. صحتنا مهمة جدا، بس احنا للأسف بنبوظ صحتنا بإيدينا، تخيلوا؟ بنبوظ صحتنا بإيدينا وفي الغالب بنكون مش قصدنا أو مش عارفين إن احنا الأكل اللي بناكله أو إن احنا ما بنتحركش كتير أو الكلام ده كله إن ده بيبوظ صحتنا أو بيضر صحتنا. عشان كده عايز أكلمكم عن حملة مهمة جدا جدا جدا، وهي حملة اخترت صحتي برعاية نسلي، وبشكرهم إن هم معانا في 4 شارع شريف. الحملة دي ليها غرض بالنسبة لي مهم جدا جدا، عشان كده أنا بدعمها. وهتلاقوا عندنا نصايح كتيرة جدا في الفترة الجاية، هنقول لكم إيه الأكل الصح، إيه الأكل اللي تاكلوه، وإيه الحاجات اللي المفروض نتجنبها أو ما ناكلهاش. احنا اغلبيتنا بياكل حاجات كتير قوي بتضر الصحه وبنبقى مش عارفين انها بتضر الصحه. كتير قوي اننا ما بنشربش ميه، كتير من الاطفال كمان الصغيرين بياكلوا اكل مضر جدا بصحتهم. هديكم مثال صغير كده، مثلا والولاد نازلين الصبح رايحين المدرسه، الامهات يروح عاملين ساندويتش الجبنه الرومي لانهم مش عارفين ان ده مش صحي. لو عملنا الجبنه القريش هتكون صحيه اكتر لاولادنا بكتير، واحنا قاعدين نتفرج مثلا على التلفزيون، قاعدين نتفرج على ماتش كوره، تلاقوا الام مثلا او الشباب قاموا عملوا بطاطس محمره مليانه زيت، مش عارفين برضو ان دي مضره بالصحه. بدلها ممكن ناكل فشار. ايوه الفشار احسن بكتير من البطاطس المحمره. عشان تعرفوا معلومات كتيرة عن الصحة وإيه الأكل اللي ناكله وإيه الحاجات اللي نبعد عنها وإيه التمارين الرياضية اللي ممكن نمارسها وإحنا قاعدين في البيت من غير ما نروح الجيم وندفع فلوس قد كده، وفي ناس كتيرة قوي مش مشتركة في نوادي رياضية ما تقدرش تروح النادي بس نفسهم يلعبوا رياضة، من خلال حملة اخترت صحتي برعاية نسلة هنقول لكم تلعبوا رياضة صح إزاي في البيت. ممكن كل ده تتكلموا على الرقم 16180، الرقم ده مجاني، في ناس هيردوا عليكم كلهم متخصصين، كلهم ناس شاطره جدا جدا وهمهم صحه المصريين، صحه الصغيرين والكبار. هتتكلموا على الرقم ده 16180 مجاني زي ما قلت. اي استفسارات عايزين تعرفوها عن الاكلات الصحيه، المشروبات الصحيه، الحركه الصحيحه، امتى نلعب رياضه، امتى ناكل ايه، كل الكلام ده من خلال 16180. ممكن كمان تتواصلوا مع حمله اخترت صحتي برعايه نسلي من خلال الفيسبوك والانستغرام واليوتيوب. مره ثانيه فيسبوك انستغرام يوتيوب اخترت صحتي برعايه نسلي، هتلاقوا كم معلومات غير عاديه. عندنا كمان في 4 شارع شريف هتلاقوا دايما في وصفات بتتعمل في الريستوران عندنا حلوه قوي وسهله جدا، ومش هنقعد بقى نقول لكم اعملوا دايت واعملوا ريجيم والحاجات اللي انا بالنسبه لي كئيبه دي، لا هناكل زي ما احنا عايزين، بس ايه اللي ناكله؟ ايه اللي ناكله علشان صحتنا تبقى احسن وصحه ولادنا تبقى احسن؟ ده اللي هنعمله الفتره الجايه في يوم مخصص بده عندنا في الريستوران. كمان هيبقى عندنا تمارين هنا رياضيه دايما هنعملها، وانتوا عارفين انا بحب الرياضه جدا وبحب العب رياضه كل يوم، وفي بعض الناس حتى دايما يقولوا لي انت ازاي عندك 46 سنه ومحافظ على جسمك كده، انت ازاي عندك 46 سنه وما بانش عليك انك عندك 46 سنه؟ ليه؟ لان انا باكل اكل صحي، لان انا بشرب ميه كتير وباكل اكلات كمان فيها ميه، دي بتساعد ان الواحد دايما يكون بشرته شكلها كويس الى حد ما وجسمه شكله كويس. مره تانية المعلومات اللي عايزين تعرفوها عن الاكلات والتمارين الرياضيه للكبار والصغيرين هتتصلوا ورقم ده مجاني على 16180، هيردوا عليكم خبراء يقولوا لكم كل الحاجات اللي انتوا عايزين تعرفوها عن الاكل الصح
والرياضه الصح اللي ممكن نعملها في البيت. طيب تعالوا بقى كده نقول شويه، احنا كل اسبوع هنقول نصايح كتير قوي من خلال حمله اخترت صحتي، بس النهارده كده نقول نعرف مع بعض ايه الاكلات اللي فيها ميه كتير. الميه دي اهم حاجه للصغيرين وللكبار. وفي ناس ممكن في اليوم ما يقدروش يشربوا ميه كتير، بس ممكن تاكلوا اكل فيه ميه كتير، بس على شرط الاكل ده ما يكونش اكل مطبوخ، يعني يكون اكل ني. زي ايه بقى الاكلات النيه؟ الاكلات النيه اللي فيها ميه كتيره: الخيار، الخس، السبانخ، الكرفس، الفلفل الرومي، البطيخ، الكوسه. طبعا الخيار والخس يعني طبق سلطه، يعني ممكن واحنا نازلين، وانا بعمل كده، انا عشان باخد مشوار طويل قوي، انا ساكن على بعد 75 كيلو، بحط عندي في العربيه كيس كده فيه شويه خس متقطعين، ومتقطعين بالايد. وليه متقطعين بالايد؟ علشان يحافظوا على الاملاح المعدنيه والمينرالز الموجوده في الخس والميه الموجوده في الخس. لما بنقطع الخس مثلا بالسكينه وحتت صغيره فتافيت كده اللي هي السلطه البلدي بتاعتنا، ده بيفقد كتير قوي من الميه اللي جوه ورقه الخصايه. لكن لما ناكل الخصايه الورقه بحالها بنحافظ على الميه اللي جواها، فالجسم بيستفيد بيها. نفس قصة الخيار والحاجات المعمولة في السلطة. زي ما قلت لكم السبانخ، والسبانخ وهي بتتاكل نية حلوة جدا، جربوها. كرفس، الفلفل الرومي، البطيخ طبعا وبيرطب انتوا عارفين ازاي، والكوسة. وزي ما قلت لكم الاكلات دي لازم ناكلها نية مش مستوية، علشان الجسم يستفيد بكل القيمة الغذائية اللي فيها. بشكر نسلي كتير قوي، وشكر انهم مهتمين جدا بصحة المصريين كبار وصغيرين، وبشكرهم ان الحملة بتاعتهم اخترت صحتي هتكون معانا دايما الفترة الجاية عندنا هنا في 4 شارع شريف. تعالوا بقى نشوف ونروح لأميرة ونكمل معاها نشوف هتعمل ايه الحاجة. انا نسيت التيكوت بتعمل ايه. طبعا انت مش عامله اي حاجه صحيه، بس يلا هعديها لك. يعني هو النهارده انت قلت لنا كده اسم الصنف ده ايه؟ بص، دي شوكولاته معموله بالنوجا والايه والكراميل. نعملها في البيت احسن؟ طبعا. طيب طبعا، يبقى احنا عاملين، مش لازم تبقى صحيه قوي يعني، بس احنا عاملينها في احسن ما يجيبها. كل شهرين ممكن ناكل حته منها، او كل 3 شهور بس كده. طيب هنعملها بقى ازاي؟ بص، دي النوجة بعد ما عملتها ضربتها، احنا وقفنا لغايه ما نزلناها في البوله اللي هي اللي وضربناها بمضرب السلك، ضربناها 5 دقايق ونزلناها هنا. هنحطها بقى في التلاجة ونجيب ايه اللي احنا تلجناها. اوكي، جمدناها وعملنا كده ليه؟ علشان ما يسيحوش على بعض. اوكي، دي هنا كده سيعت. حطينا كيس نايلون، بطلناه بكيس نايلون، دهناه زيت علشان ايه ما يلزقش، النوجة ما تلزقش، نقدر نشيلها منها. اوكي، ودي الكراميل بعد ما خلصت اضفت لها بس الشوكولاتة البيضة. ايوه اهي، وهحطها عليها، هوزعها عليها. انا ما رضيتش احطها بس بردت شوية. لما بتبقى سايحة بتتوزع كويس يعني، حبيت احطها بس ايه قدام الناس. هوزعها اهي عليه وهدخلها تاني التلاجة. خلاص، وهتطلع هقسمها قطع زي القطع دي اهي. بص، وزعها انت بقى كده اهو، وهقوم مقطعاها بالطول بالسكينه. هحطها في الثلاجه تاني قلتي؟ اوكي، هنحطها في الثلاجه وبعدين نطلعها نقسمها قطع زي دي على كيس نايلون، وبعدين نرجع نقسمها قطع تانيه كده زي الشوكولاته اللي بنجيبها ايه من بره. ماشي، خلاص. ممكن لو حته صغنطوطه كده ممكن برضو نحطها. وهنقوم مسيحين شوكولاته حسب النوع بقى اللي انتوا بتحبوه على حمام ميه، وهنقلبها فيه. أوكي، مش كان في شوك هنا؟ ايوه، الشوكتين دول هقوم بالشوك هقوم مقلباها كده كده، وهقوم ايه مطلعاها على برضو كيس نايلون، او زي هحطها على كيس نايلون ده اهو. هرجعها هنا تاني اهي كده، واحطها تاني في التلاجة، وهنقبش وشها كده زي الشوكولاتة. طب اللي ممكن بقى نحشي عشان الوقت خلص؟ يلا بينا، اتفضلي. خلاص، وادي بقى الناس ازاي بتتلف. هقوم بص، هات بقى هتطلع بالطريقه دي. هقوم إيه؟ جايباها بس في التلاجه مقطعاها حتت صغيره اهي. خلاص،
وهقوم جايبه الدوريات بقى الكور اللي انا عملتها هفردها بالنشابه كده اهو ماشي. وهقطع بس الاطراف بتاعتها ما بوصلش لغايه الاخر وهي مش محطوطه فيها كده. وهاخد شوكولاته منها اهي. اوكي النوجه لزقت دي النوجه لزقت معلش خلاص. وهقوم لفاها كده زي الامر كده اهو وهحطها وهغطيها واسيبها خلاص كده كفايه. وهغطي وهسيبها تخمر وبعدين بعد ما تخمر هدهن الوش بتاعها وتخش الفرن البيض وتخش الفرن تقعد حوالي تلت ساعة 25 دقيقة أو لغاية ما الوش يحمر تطلع زي دي. بشكرك ميرسي الأميرة. ثانك يو شرفتيني نورتيني وعملت لنا حاجة لطيفة جدا النهاردة في الإسراء. خلينا نشوف فاصل ونرجع لكم بعد كده في الكلينيك مع أستاذ دكتور أحمد عوض الله. خليكم معانا لو سمحت. رجعنا لكم مره ثانيه واحنا قاعدين في الكلينيك والعياده بتاعتنا في 4 شارع شريف واستاذ دكتور احمد عوض الله مشرفنا ومنورنا مدير مركز دار الطب. اهلا بيك. بص بقى يا سيدي عايز اعرف كده اسباب او ايه اللي يخلي ناس تروح لمركز اطفال انابيب وما تروحش لمركز تاني. الرزق. الرزق ده بتاع ربنا طبعا. طب ايه اللي يميز مركز عن مركز؟ خلينا اكلمك عن المراكز في مصر. خلاص مصر في منتصف من عشر سنين كان فيها لا يتعدى عن 45 ل 50 مركز. من عشر سنين يعني في 2009 النهارده مقربين من 200 مركز. ياه. مصر من 20 سنه كان فيها مراكز تتعدى على صوابع ايدين اتنين. يبقى من 20 سنه كانوا 7 8 9 10 زي ما يكون بقوا 200. ده كويس ولا وحش؟ الاستاتستكس العالميه بتقول مصر الاحصائيات العالميه بتقول مصر المفروض يتعمل فيها 150 الف دوره حقن مجاني في السنه. في السنه في كل حقيقه المريك. اللي بيتعمل في جمهوريه مصر العربيه هم 50 الف. انجلترا المفروض يتعمل فيها بيتعمل فيها 50 ل 60 الف دوره علاج في السنه. انجلترا المفروض دورات الحقن المجاري فيها اقل من مصر. شاطر تقول ليه؟ ليه؟ الحاجه للخلفه في انجلترا مختلفه عن الحاجه للخلفه في مصر. هم هناك مش بيخلف متوسط العمر بتاع الستات اللي بيدوروا على حمله عندنا احنا اكبر بكتير جدا من انجلترا. انت لو بصيت انت لو بصيت على عدد السكان عندنا من 5 سنين ومن 10 سنين ومن 15 سنه والناس اللي بتدور على خلفه دلوقتي ارقام خرافيه. لو بصيت على انجلترا بعد 20 سنه انجلترا عدد السكان مش هيزيد مليون ولا 2 مليون. انتوا السبب. لا انا ماليش دعوه، انا بساعد اللي مش بيعرفوا يجيبوا عيال. انا ماليش دعوه باللي بيظروفوا العيال. خلاص. فيبقى انت عندك النهارده المفروض 150 الف دوره علاج، بس حقيقه اللي بيتعمل كام؟ 50. فين بقى ال 100 دول؟ زي ما كنا بنتكلم في الحلقات اللي فاتت، شغالين بياخدوا منشطات في العيادات عشان ايه؟ يمكن يحملوا طبيعي، بقى لهم قد ايه؟ سنين. فبقى في ريداندنس. زي لما تيجي تقول لي ايه الثلاجه عندنا فاضيه في البيت يا احمد، ماشي انزل اشتري. قمت انت نازل شاري نوع من انواع الجبنه غالي جدا، مليت الثلاجه؟ لا. فهتبقى انت بعد كده تراكميا مفلس وما معكش فلوس تملى التلاجه لانك انت صرفت كل فلوسك في حاجه واحده حته جبنه. نفس الكلام بالنسبه لتنشيط المبيض. تنشيط المبيض علاج الزوج فبدا يبقى في تراكم لاعداد كبيره جدا من السيدات اللي المفروض يدخلوا في ال 150 الف اللي يعملوا حقن مجاري، بس هو فعليا اللي بيتعمل كام؟ 50. تقول لي طب ال 100 دول يا احمد بيعملوا ايه؟ دول بقى قاعدين في العيادات بياخدوا علاجات. طب بيعملوا علاجات ليه؟ لتنشيط المبيض وما شابه. مشكلة مصر يظهر في حتة تانية، انه في الخمسين الف عيانة اللي بيعملوا حقن مجهري كان زمان في كام 40 الف عيانة بيعملوها داخل مراكز تأخر انجاب، وعشر تلاف بيعدوا على عيادتي على عيادتك. احنا ناس بتوع نسا بس
يبداوا ياخدوا منشطات، وبعد لما ياخدوا المنشطات دي يبقى الدكتور ياخدهم على مركز من مراكز تاخر الانجاب عشان يسحب لهم بيض ويزرع لهم اجنه. انا ماليش دعوه بالنتائج وماليش دعوه بنسب الحمل، انا هفترض ان الناس دي مهيئه لان هي تدور الملف من الالف الى الياء. اتقلبت الايه دلوقتي، بقى في 20,000 من ال 50,000 بيعدوا على العيادات يعملوا علاج، وبقى في 30,000 اللي زالوا موجودين داخل مراكز تاخر الانجاب اللي هي بتزيد. فبدا يعمل ايه ده؟ بدا يقلل من نسب الحمل من الحقل المجهري على متوسط العام لل 50,000 في مصر، لان اداره الملفات ما بقتش اداره كما كان ينبغي ان تكون. وبالتالي بدا يقل الوعي بتاع الناس ناحيه الاجراء. ما انا لو انا وانت بنمسك التليفون عشان نقرا الاخبار في التليفون، وبقى في 1000 واحد من 2000 واحد بيقروها في خلاص ما بقاش حد هيروح يشتري جورنال. صحيح، انت فهمتني؟ فانا النهارده لما يبدا متوسط نسب الحمل يقل من انه كفاءه مقدم الخدمه مش عاليه، هيبدا الاجراء دون يبقى في كويستشنز عليه او في نوع من انواع النقد من المجتمع اللي هو بتاع الناس اللي عايزه تروح تعمل مثل هذا الاجراء. انا دوشتك بشويه حاجات كلها ارقام. لا 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 عكس، انا مبسوط جدا. نلتقي قريب ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك يا دكتور، ميرسي جدا. بشكر استاذ دكتور احمد عبد الله مدير مركز دار الطب على وجوده معانا النهارده. خلونا نشوف فاصل ونرجع نكمل مع باقي سكان الشارع. خليكم معانا لو سمحتوا. طاقة بقى، عايزين نتشحن. جبتها لكم اهي، هتشحننا النهارده علشان حالتنا. ليه بس؟ حالتنا زي الفل باذن الله. بقى الحلم اللي انا حلمته ده اقول؟ لا ما تقولش، ما تقولش بقى، ما تفسرش، ما تفسرش. ليه؟ هو حاجة وحشة؟ ما على فكرة انت قلتيه ده مش وحش. لا ما عشان تفسرش. نخلص بقى والحاجات. لا 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 ما تفسرش، انا ما بحبش افسر الحاجات اللي هي فيها كئيبة، فيها حاجات مش لطيفة. كان وحش قوي كل الناس عملت. الحمد لله. وكل ده اللي حاصل فعليا في المجتمع، محدش ساكت ومحدش بيستر، وكله عمال يطلع اللي جوه في الوحش وفي الحلو، وفي الوحش اكتر. ربنا يستر على المجتمع، ربنا يعافينا ويعفو عنا باذن الله. امين يا رب العالمين. عايزه بقى تكلمي عن ايه النهارده يا ست؟ انت لفتنا الحته الموفي الحلوه دي. ايه رايك في الحته؟ حسستني ان الربيع جه يخرب عقلك. شفت الوان فريش؟ بحب الالوان قوي. فريش الحمد لله. الموضوع كله الفترة دي، أو من صح من ساعة الخسوف والكسوف اللي حصلوا الأول يناير الفترة اللي فاتت، طاقة الكون زي ما يكون ربنا بيجبر الناس غصب عنها تطلع اللي متخزن، بما أنهم مش راضيين يشتغلوا على نفسهم فأجبرهم يطلعوا كل اللي متخزن خلاص عشان يطلع بره بقى ونخلص منه. فكل واحد طلعه عشان يشتغل على نظافة. بالظبط كده، عشان نفسي النظافه تيجي بقى، مرحله نظيفه زي ما بيقولوا. فحصله ايه القصه كده؟ هتلاقي في ناس عندها امراض كانت اختفت من مده وطلعت، زي مثلا حالات الانكزايتي او حالات الهلع زي ما بيقولوا، حالات الخوف المفاجاه. عند ناس كتيره كانت خلصت مثلا من 10 15 سنه ابتدت تطلع تاني. حالات العصبيه كانت خلصت بقالها فتره ورجعت تاني. الناس عصبيه بزياده عن اللزوم بشكل مبالغ فيه. حنان عايز اسالك سؤال دلوقتي. انا بقيتش اقدر اخش على الفيسبوك في الحقيقه، بيجي لي اكتئاب وببقى مش مستوعب ان الناس حللت الكلام في الاعراض بالطريقه دي. ما هو ده اللي انا بقوله، ده اللي انا بقوله. الناس ابتدت زي ما بتقول ايه بتعمل طب كده. طب ما عايز اعرف بقى الناس اللي هي بتتكلم على اعراض الناس بطريقه، وشايفين على فكره ده عادي، ما هم غلطوا فاحنا نتكلم على اعراضهم. طب ما انت ده ربنا بيستر. بالظبط. ها وبعدين، فانا مش قادر استوعب الناس دي فكرها ازاي. لا ما هو انا عايزكم جوه على الفيسبوك. انا كنت حاطط عندي حاجه مشيرها كده، جمله ليها علاقه بالستر والعيب، قولوها لي عشان عايز اقولها لحنان تترجمها لي. ممكن اتفضلي دلوقتي يا شريف. القصه كلها ان احنا لما اتحاربنا زمان كنا بنتحارب بالسلاح راس لراس، جيش لجيش. فلما لقوا ان هم ضعاف ابتدوا يلفونا من الناحيه الاخلاقيه او من الناحيه البشريه. فابتدت تحصل برمجه غير مباشره علينا، وانا ابصم بالعشره وكلنا لاحظنا دوت في خلال
الكام و30 سنه اللي فاتوا ان احنا اتغيرنا اخلاقيا، طباع، شكل المجتمع نفسه اتغير، اخلاقنا اتغيرت، ديننا اتغير، بقى عندنا تشدد زياده عن اللزوم، وبقت المبادئ نفسها ما بقتش موجوده. يا ريت التشدد ده بنتيجه اصلا، انا بقول لك القيم نفسها ما بقتش موجوده، وهي دي اساس الطاقه، اساس الشحنه هي القيم، اساس الشحنه هو الله. لو انت ما كنتش خليفه الله على الارض باخلاقه، بخيره، بكرمه، بي زي ما بيقولوا ايه، الطبطبه وجبر الخاطر والكلمه الحلوه والابتسامه، خلاص بكل ده، فكل ده مش يعني انت مش هتبقى كده عندك طاقه اساسيه خالص. الطاقه الاساسيه اللي هي طاقه ربنا، وده مش موجود، لان احنا كلنا بقينا نروح في حته تانية خالص، همنا الشكل، همنا العربيه، همنا المظاهر زي ما بيقولوا، فبقينا ناس زي ما بيقولوا ايه، مخوخين. الجمله هي جابوها لي في ودني دلوقتي، بيقول لك ايه، الغلطه بتتفضح عشان عند الناس، لكن الحاجه الحرام بتتستر عشان عند ربنا. ليه؟ لان احنا زي ما قلت لك بقينا مخوخين، بقينا عندنا هشاشه نفسيه فوق خيال اي حد، فكل واحد مش عارف زي ما بيقول، مش عارف يعمل حاجة لنفسه بقى يسقطها على اللي قدامه. يعني انا شايف شريف ناجح خلاص، وانا مش عارف ابقى زي شريف. حسفلة شريف خلاص. على فكرة بقولها يعني للي عايز يسفلتني، انا وابور الزلط نفسه. يعني الاصفر ده عارفينه هو ده. ربنا يبارك في اللي عندك يا شريف ويزيدك بالنعمة. نعم وفضل. خلاص بعدين. فطبعا الطاقة بتاعت اليومين دول طاقة زي ما بيقولوا ايه، منفضه، بتنفض اللي جوه عشان يخرج. فاي حاجه انت بتشوفها هي كانت صوره لهذا المجتمع الداخلي. على فكره اللي انت شايفه بره دي صوره داخليه للي جوانا، وبالتالي احنا لازم ننظف اللي جوانا. فننظف اللي جوانا بايه؟ بالذكر. يعني انا جالي حاله خوف، حاله عصبيه، حاله توتر، حاله قلق، حاله حزن، قسوه، كره، حقد، كل الكلام ده جوايا، لازم اعترف بوجوده يا شريف، لازم اعترف قدام نفسي بعيد عن الناس، انا ما بتكلمش عن الناس، انا بتكلم كل واحد ونفسه، لازم اعترف بوجود هذا الشيء عشان يقل. احنا كلنا على فكره بشر، وفينا من الشر، فينا من الشر. ايوه كتير. انا ما كنتش فاكر كده خلاص. لا لا لا، على فكره لا ما كنتش فاكر كده خالص. لا لا، فينا من الشر. كنت فاكر ان في شر فينا كلنا، بس مش كده. لا لا لا، فينا من الشر كتير، بس احنا مش راضيين نعترف. كل واحد عايز يبان ان هو ملاك. ليه المجتمع بتاعنا وصل بيه الحال ان لو حد اتحط في موقف ما، مش هنقول الحاله، الناس هتفهم، وغلط تستني السكاكين. تستني السكاكين، ونقعد نتك لغايه لما الشخص ده او الشخصيه دي تطلع تتوسل للناس ان معلش وسامحوني وكذا 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 وكذا. احنا مش ربنا. لا ما هو انا بقول لك يا شيف اهو، انت طول ما انت لا تعترف بوجود الشيء خلاص، وعامل نفسك حد تاني، لما هتجيلك الفرصه خلاص هتبخ اللي جواك، لان هو مكتوم بقاله كتير. فقوه الدفع في الخروج كانت عامله ازاي؟ قويه. طب ازاي برضو، معلش هتجنن يا حنان، ازاي لما بتبقى مثلا عندنا في البلد مثلا الدولار رخص شويه، كم قرش انا مش عارف بالظبط، رخص شويه، فدخلت اقرا كومنتات الناس تلاقيها هم مش فرحانين انه رخص. لا طبعا، هم دايما عندهم لا، ان ده بسبب ان هيحصل حاجه مش كويسه. ايوه، ما هو ده اللي انا بقوله لك يا شريف. اللي متخزن وحش، اللي متخزن على مرور السنين وحش، وانفجر فجاه، فتحته مره واحده. طب وبعدين بقى احنا عايزين نخلص من الليله دي. ما هو ده اللي انا بقوله، كل واحد لو ما اشتغلش على نفسه يا شريف، لو ما اشتغلش على ما نفسه ما بيشتغلوش يا حنان. ما هو لازم على الاقل انا هبتدي بنفسي، انت هتبتدي، غيرك هيبتدي خلاص. الحبه دول كل واحد لو اشتغل على نفسه هو غير الحبه اللي حواليه. فاهم قصدي؟ ليه؟ لان انا كل ما هقول مش هيحصل مش هيحصل مش هيحصل، فهو فعلا مش هيحصل، ما ده ظننا بربنا. لكن لما اقول ان ربنا هنستعين بالله وهيحصل على الاقل معايا ومعاك ومع اكس وواي وزد، دول هيزيدوا، لان انا ركزت على اللي بيحصل. صح، يبقى انا اركز على اللي انا عايزاه يحصل، مش اللي انا خايفه ما بيحصلش.
حنان ليه لغه الشباب غريبه؟ هقول يعني مثال، مثلا حد بره بعت لي زي محادثه بينه وبين شخص اخر، فبيقولوا ايه بقى؟ بصي بيقولوا ايه؟ بص يا اسطى اصل يا شقيق اللي حصل ده مش كلام كده، اللي هو على فكره ده شباب متخرج من الجامعه، اللغه المتدنيه اللي بيكلموا بعض هو كده شايف انه روش. فاهم قصدي؟ شوف هو شايف كده انه دكر. لا روش صايع يعني. لا روش هو كده الواد روش وفاني ولطيف وكده، لان هي دي بقت اللغه اللي موجوده. عشان كده بقول لك دي مصيبه. لا ما هو يا شريف احنا كل ما هنركز عليها هتزيد. ده اللي انا عايزه الناس اقولها يعني ولا لا؟ انا مش عايزه الناس تركز على الوحش، عايزه الناس تركز على الحلو اللي عايزينه يحصل مش العكس. طب ما هو الشباب الصغيرين مش مركزين على الحلو، مركزين على كل حاجه وحشه، وطريقتهم في الكلام سيبك من الشتيمه، مش مهم. طب خلينا احنا الكبار حوارهم مع بعض غريب. خلينا احنا الكبار ما نجيش بقى ننقد ونكبر الموضوع فنعمل عليه تسليط يعني ضوء. لا تسليط ضوء. ايوه يبقى انا شحنته طاقه يبقى هيكبر. فهمت قصدي؟ طب نعمل ايه؟ ما هو ده اللي انا بقوله بقى. احنا تغافلوا عن زي ما بيقولوا تجاهلوا الخطا وتجاهلوا اللي بيحصل عشان ما تكبروش. لما يجي مثلا في خبر محدد ما افضلش انشر فيه عشان انقده. طب ما انت ساعدت فيه. الصحافه بتنشر ده القصه اياها دي اللي مش عارف ايه يا شريف. في جريده كل 10 دقايق يجي لي بوست كذا مش عارف ايه وتحياتي. انا إيه؟ ما عنديش مشكله إيه؟ ما عنديش مشكله. هو الجورنان مش جورنان شخص وحاجه واحده مؤسسه. ايوه مؤسسه. المؤسسه دي فيها كام من 100 مليون بيتفرج عليها؟ 9 مليون 10 مليون 10 مليون دول 10% بس من المجتمع. انا عايز اسال سؤال بقى. معلش انا عايز اوجه كلامي للي بيكتب الكلام ده، بعض الصحفيين مش هعمل. هو حضراتكم يعني لما بتقعدوا تنشروا صور الناس اللي ليها حصل ليها فضيحه او تقعدوا تزيدوا وتكرروا في الخبر، انتوا فاكرين ده حاجه كويسه؟ انتوا كده مش بتستروا على الناس، انتوا كده بتفضحوا الناس. شريف انت مش قادر اقول لك ان في ناس بتعمل الفضيحه عشان تتشهر. انت مش قادر تفهم الدنيا مش بس طب لا ما انا بتكلم على اللي هو بيقعد يساعد ان الفضيحه دي تكبر بالطريقه دي. هو انت مش عارف ان في ربنا وان ربنا هيحاسبك على كل واحد قرا البوست ده؟ ايوه وكل واحد عمل مشاركه ما فكرش قبل ما يعمل مشاركه لمجرد انه ينزلها عشان ينقد. طب ما تنقد من غير ما تنزلها وتخلي الناس تشوفها. ما انت شاركت برضو زيك زيهم. صح. يبقى انا ما بقول لك كل ما انا هتجاهل هقلل الطاقه بتاعته وهوقعه، لكن كل ما هركز انا وانت وغيرنا هنتكلم في نفس الموضوع. انت خدت بالك ان انا اتكلمت في الموضوع ده اصلا ولا جبت سيرته؟ لا ولا انا ولا الهوى ولا انا خالص. انا مالي ولا اي حاجه ما يخصنيش. مش بس كده ولا حتى جبت سيره ولا حتى نقدت الناس. عيب كمان عيب. حتى انا ليه اتكلم ناس. يا حنان العرض ده ما حدش اتكلم في عرض حد. سيبك من انا بتكلم في العموم. في اي مصيبه في اي كارثه بتحصل في البلد ايا كان اخلاقيه سياسيه اقتصاديه، شفتني مره اتكلمت على حاجه؟ لا. انا كل كلامي ايجابي. كل كلامي اللي انا عايزاه تقريبا زيك شويه. كل كلامي اللي انا عايزاه يحصل. كل كلامي اللي بركز اخلي الناس تقراه عشان يشحن. هم مش قادرين يفهموا الناس ان انت كل ما تتكلمي في الايجابي وتبقي شايفه الدنيا كويسه ان الدنيا هتبقى كويسه. كل ما تتكلمي عن سلبي هذا ظني بربي فاخدته. انا عند ظن عبدي بي، ان كان خير فهو خير وان كان شر فهو شر. تقول لي لا اصل ده انا ماليش دعوه حشى لله وبرب. يا ابني ما هو الفاعل الوحيد في الكون هو الله. لما انا بفكر في ربنا ان هو مش عارف يمشي الكون ومش عارف يمشي البلد ومش عارف يمشي الاقتصاد ومش عارف يمشي والدنيا في غلا، ما هو مين اللي ممشيها؟ هو الله على فكره. صحيح. هو اللي بيمشي كل دول. هو اللي بيرزق. بالظبط. هو اللي في ايده كل حاجه لان هو الفاعل الوحيد في الكون. لا حول ولا قوه الا بالله. طب انا عايز اخلص بقى من الموضوع ده. عايز اخلص ادي حلول بقى. اهم حاجه نستعين بالله. نستعين بالله. احنا عندنا تسبيحين لكل مسلمين مسيحيين ملحد سبح بالاسماء اللي انا هقول لك عليها دي. ايه بقى؟ الحي القيوم والمبدئ المعيد. ليه؟ عشان نعيد نفسنا بقى تاني للحاجات الحلوه. نبتدي من اول وجديد على نظافه. على نظافه. نحيي الحاجات الحلوه ونعقد النية على اللي احنا عايزينه.
ده مهم جدا. هو ليه الواحد كده ما يقومش الصبح من النوم يبقى مبسوط ويضحك ويقول انا بقى النهارده انا ولا هشتم ولا هتكلم على حد ولا هنم على حد ولا هتكلم في عرض حد، وانا يا رب برضو ولا حد يشتم فيا ولا يتكلم في عرضي ولا ولا ولا. الواحد بقى ينزل يبقى مبسوط انه عقد النية انه لا هيجيب سيرة حد ويا رب ما حدش يجيب سيرتي. ايوه انت بتقول كده. ايوه وفي غيرك كتير بيقولوا كده على فكره. بس احنا عشان عاملين برضو فوكس على الوحش شايفينه بس. أصلاً لكن لا ما كتروش على فكره. انا عندي على الفيسبوك ما شاء الله كل الناس اللي بتدافع وكل الناس اللي بتحث على الستر اكتر بكتير من اللي عرضوا المشكله. كلهم هتلاقيهم فوق ال 30 سنه. مش فارق معايا، انا فارق معايا ان الاغلبيه اللي عندي نسبه قليله جدا شخص او اتنين اللي عرض المشكله. وبقيه الناس اللي عندي اللي بتيجي منهم اخبار كلهم عرضوا الستر. يبقى انا اللي ركزت على ايه فجالي. انا ركزت على الحلو فجالي. يبقى انا اللي ركزت الشخص مين اللي بيطلع منه الفعل انا. اوكي. وبالتالي بيطلع صح رد الفعل عندنا. خلاص ده مهم جدا. تاني حاجه عشان اميره عايزه تقول عايزه ايه يا امير؟ نعم. عايزه تقعدي؟ روحي اقعدي وقفتي بقالك كتير. خلاص. تاني حاجه واهم حاجه، يبقى اول حاجه احنا عندنا الاستعانه وعقد النيه، دول اهم حاجتين. تاني حاجه اكتب انا متضايق من ايه، انا تعبان من ايه، واعترف. يا جماعه الاعتراف بالحق فضيله. انا مش عايزك تعترف قدام حد، اعترف قدام نفسك بس ان انت فيك شر، اعترف قدام نفسك بس انك حاقد، اعترف نفسك، اقبل نفسك على عيبها لانك بشر ومن حقك الخطا وعشان تصلح الخطا. بالظبط. انت خلقت على الخطا، انت مش ملك ولا شيطان، انت بشر بتتارجح بين الاثنين، بين الخير والشر. فلما هقبل ان انا بغلط يبقى هعرف اسامح نفسي، وبالتالي هدي العذر لغيري انه يغلط واسامحه. صح، يبقى عندي حسن النيه. بالظبط. خلاص ده خلصنا الكلمتين دول، هبتدي اكتب. اختمنا بقى نكتب ايه؟ اكتب كل اللي نفسك فيه وما تقراهوش تاني واحرقه. انا تعبان من كذا، انا بعاتب فلان، انا كان نفسي اقول لفلان كذا، انا مش شتمتش فلان ليه، انا متضايق من فلان انه قال لي او فلانه قالت لي، كل الكلام ده. وكل المطلوب من سيادتك تعمل تامل، تشرب ميه كتير، تلعب رياضه، ويا ريت من دلوقتي لثلاث اسابيع قدام حاولوا تبقوا نباتيين، تخلوا الخضار اكتر من الحاجات الحيوانيه. لسه كنت بقول لهم كده. بالظبط. وفي نفس الوقت التامل، التامل ايه؟ انا هتخيل، باخد نفس عميق واخرجه خلاص، وابتدي اتخيل ان كل الطاقات السلبيه اللي بتخرج مني من خوف، غضب، كل الكلام ده عباره عن ضوء ابيض. الضوء ابيض جوايا، وابتدي اقول له انا بسمح لك بالخروج من جسمي بمنتهى السلاسه والسهوله. اوكي. خلاص؟ واخرجه من جسمي. بس بمنتهى البساطه. سلامتيني وشرفتيني. وانت جميل. يا جميل قد. وانا مبسوطه ان انا معاك بعد الفالنتين وشحنه الحب. أيوة. اللي خدناها اليومين اللي فوق. ميرسي حنونه. ميرسي ليك. اشكرك، نورتيني وشرفتيني. هنسمعك سوزانا. يلا بينا. حلوه سوزانا؟ حلوه حلوه جميله. نسمع سوزانا من خالد عصام، بعد كده ناخد فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم فاشن شو مع استاذه سميه نبيل. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا.
النهاردة معانا مصممة أزياء أول مرة أتشرف بيها، وبتبسط وما بصدق إن ألاقي عندنا مصممين أزياء عاملين حاجات سبور شيك، الحاجات الكاجوال الشيك، وحاجات اللي تنفع أبريمي دي لبعض الظهر، وحاجاتها فيها جزء كلاسيكي كده حلو، يعني ينفع كمان سيدات في اعمار مختلفه. هي من بورسعيد، بتصنع حاجتها في بورسعيد، والنهارده برحب بيها مره تانية مصممه الازياء استاذه سميه نبيل. اهلا بيكي. اهلا بيك. اخبارك ايه؟ اهلا بيك. الحمد لله كله حلو، كله كويس. بما ان احنا اول مره نلتقي، بدات ازاي في عالم الفاشن؟ بص يا شريف، الموضوع جه تقريبا من 2.5 او من 3 سنين. هو انا من وانا صغيره اصلا كنت هاويه جدا اي حاجه فيها هاند ميد، اي حاجه بالايد كنت بحبها جدا. بس انت حاجتك هدوم مش تقريز. ما انا بحكي لك البدايه يعني. اوكي. يعني يمكن مريت بمراحل كتير قوي، كان طبعا يعني حلمي ان انا اكون ديزاينر. ديزاينر ايه بقى؟ يعني حاجه بتتعمل ديزاينر وخلاص. ديزاينر وخلاص. لغايه لما كنت انا عايشه في الخليج، ومن ابتدائي يمكن وانا عندي الموهبه. كنت فين في الخليج؟ في دبي. اوكي. وبعدين جيت على مصر ودخلت كليه هندسه. و هندسه قسم ايه؟ هندسه قسم معماري. اوه، ده انت مش مهندسه جامده. وقعدت ادرس 5 سنين، فطبعا فصلت عن اي حلم بقى كنت بحلم. خلي بالك ان برضو المهندس ونقعد يرسم سكتشات وعمارات، زي هو ديزاينر اللي بيرسم برضو الفساتين والكلام. صح. ده صح. عايز اقول لك ان انا كنت اشطر ماده فيها كانت هي المعماري، اللي هي اللي فيها الرسم اصلا، دي كانت اكتر ماده كنت شاطره فيها. بعدين خلصت الكليه ورجعت واتجوزت وخلفت، وبدات بقى اقول انا لسه لغايه دلوقتي ما عملتش حاجه، عايزه بقى احقق الحلم بقى اللي انا بحلمه بقالي كتير. بدات بنفسي الاول، قعدت اعمل ديزاينز لنفسي اول. بداوا اصحابي واهلي وكده، طب ليه ما تفكريش يعني تعملي بقى المشروع بتاعك وكده، شجعوني جدا. وبالفعل عملت في اول سعيدة. في بورسعيد عملت اول كولكشن، صورتها حتى مع اصحابي، ويعني كنت حاسه ان شاء الله ربنا يكرمني، بس كنتش متخيله النجاح اللي حققته بصراحه. الحمد لله، مبروك الحمد عليك. الحمد لله. الله يبارك فيك. الاتيليه بتاعك او عندك ورشه؟ عندك مصنع؟ لا انا اونلاين. انا اونلاين. بس بتصنعي ازاي؟ هقول لك، انا عندي ورشه بقى. عندك خاصه بيا انا. في اول ما بدات خالص طبعا ما كانش لسه عندي ورشه، كنت شغاله بقى مع التيلر بتاعي اللي اصلا كان بيعمل الترزي اللي بيعمل حاجه. بعد كده قلت لا، لازم اكبر الموضوع اكتر، فعملت بقى الورشه الخاصه. احنا دلوقتي احنا شايفين الكولكشن بتاعتك، لفت نظري حاجه اللي فيكتوريا كانت لابساه، الجاكيت الفورير، الفار والفورير. ده معمول في مصر؟ ده معمول هنا والله. بس طبعا خامات مستورده طبعا. الفار ما فيش فار في مصر. مستورد طبعا. اوكي. بس هو متصنع في ورشتي. برافو عليكي. وكل الصنايعيه اللي عندك بورسعيديه؟ كلهم بورسعيديه. ولاد ولا بنات؟ لا اولاد صراحه. ولاد؟ بس في بنات بقى بيساعدوني بقى، اللي هو الكول سنتر ومثلا اكسسوارز مثلا تتعمل هاند ميد على الهدوم او كده، دول بنات بقى. اوكي. انت النهارده مشرفاني ونوراني. انا مبسوطه جدا. حاجتك حلوه. ميرسي. فيها مجهود. هنشوف فاصل ونرجع نكمل معاكي بقيه الفاشن شو. فاصل ونرجع لكم، خليكم معايا لو سمحت. We'll be right back.
سلام يا سلام يا سلام. مره ثانيه بنرحب بالفاشن ديزاينر النهارده اللي معانا وجانا مخصوص من بورسعيد استاذه سميه نبيل. طيب عايز اعرف بقى القماشه اللي انت مختارها في حاجات مصري؟ في حاجات مصري. لان انتوا عندكم في بورسعيد في قماشه كتير مستورده. لا يعني الى حد ما، بس انا مش بجيب حاجتي من بورسعيد اصلا. والله؟ بجيبها من اسكندريه مثلا او من القاهره. يعني بجيب حاجات مصري. طبعا. برافو عليك. في حاجات مصري. احنا كده نتبسط قوي. انا اتفاهم مع بعض. في حاجات مصري. القماشه مصري. في حاجات مصري. عايزين نشجع كل. بس برضو عايز اقول لك حاجه. يعني هو مش كله. ايوه انا فاهم. كده او كده. بندخل ساعات حاجه مصري مع حاجه مستورده. 50% 50%. مثلا. حلو. عشان انا اصل ايه ما يبقى الحاجات مصري. لا في مصري. والقماشه كلها مستورده. طب احنا عملنا ايه؟ ما انا عايز امشي ده وده. صح كده؟ صح. طيب. الناس لو عايزه تتواصل مع حضرتك تعمل ايه؟ احنا عندنا فيسبوك اكاونت وعندنا بيج على انستغرام. ايه هم اسمهم؟ انستغرام اسمها سميه نبيل. سميه نبيل بس. سميه نبيل. عليها تقريبا ربع مليون تقريبا. ما شاء الله. ايه ده؟ انت اشهر مني. وفيسبوك احنا كل اصلا يعني احنا اغلب شغلنا كله على انستغرام، يعني فيسبوك مش قوي، يعني انستغرام اكتر حاجه. وفيسبوك بقى باي اندرسكور سميه نبيل. فيسبوك؟ فيسبوك. ولا ده الانستجرام؟ لا ده الفيسبوك. باي اندرسكور سمية نبيل. باي ايه؟ بي 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 واي اندرسكور سمية نبيل. اس او ام اي واي اي. ونبيل جنبها على طول، ما فيش سبيس. طب والانستجرام؟ انستجرام سمية نبيل بس. قوليها كده بتتكتب. اس او اسبليها. اس او ام اي واي اي ان اي بي اي ال. عندك ربع مليون؟ عندنا على انستغرام 200 وعلى الفيسبوك يعني مكملينهم بقى. ده مفترية. طيب مين بيساعدك في الكولكشن؟ يقول لك لا ده حلو ده مش حلو كده يعني؟ ولا انت ديكتاتورة؟ انا هقول لا مش ديكتاتورة خالص، بس انا من النوع اللي يعني انا عشان احط كولكشن لازم انزل مره واثنين وثلاثه اتفرج اول على القماش، عشان ساعات القماش بيديني كده يعني يعني مش بحط الديزاينز اول بعدين انزل اشوف الفابريكس، لا العكس، بنزل ابص على الفابريكس اول بعدين برجع بحس بقى ان انا كونت يعني خدت فكره كده عن كل القماش، ابدا بقى اشوف الديزاينز اللي انا احطها. طبعا في حاجات طبعا بتبقى من الاول ديزاين في دماغي وحطاها، بس انزل ادور ما الاقيش القماش مثلا بتاع. فيعني بيبقى كده باخد طبعا راي بقى مامتي اختي. ربنا يخلي عمرك. طب احنا اول طلعه النهارده شفناها كانت كاجوال، حاجات سبور شيك. تاني طالعه كانت ابريمي دي شويه، والثالثه هنشوف سواري شويه اتقل شويه. صح نشوفها. صح. ونرجع نكمل كلامنا. مزيكا. سلام يا سلام يا سلام. انت النهارده شرفتينا ونورتينا
مبسوطه جدا ان انا معاك والله يا شريف بجد. نشوفك على كولكشن الصيف ان شاء الله. الله باذن الله. ميرسي جدا. بشكرك. شكرا. وتحياتنا لاهل بورسعيد. ميرسي يا شريف. وتقومي بالسلامه ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. اهلا وسهلا نورتينا. بشكر مساهمه الازياء استاذه سميه نبيل. يا رب النهارده تكونوا اتبسطتوا عندنا وغيرتوا جو شويه عندنا في 4 شارع شريف. نشوفكم ان شاء الله بكره في نفس ميعادنا. تعالوا نختم دلوقتي باغنيه لطيفه جدا. شكرا ليكم. باي باي. مزيكا.